الشباب. القاير ماشي سايق عايم ماكل شارب نايم جايب بتحكي بتشوفه بالأفلام. بس أنا راح أحكي لك قصة مش جايب لك خلصها. قصة واحد اثنين ثلاثة قصة واحد زهقان طارنها ربع غدان آخر راكب قربت عجب معان بكرة الزهقان حيبلش كارفان. دنيا مساء والله يمسيكم بالخير، يسعد مساكم متابعينا من كل مكان عم تحضرونا. زي ما عودناكم من بداية الموسم العاشر كل يوم ثلاثاء في إن حلقة كارفان إكسترا. يوم الثلاثاء بنحب يعني اللهجة أو خلينا نحكي الحلقة تكون بصوت الشباب، نجيب موضوع معين، مشكلة اجتماعية أو موضوع بخص الشباب ونسلط الضوء عليه. بكون في معنا أصحاب اختصاص طبعاً دائماً، وبكون في معنا ضيوف من مختلف جامعاتنا الأردنية. بدي أبلش الحلقة بسؤال، السؤال بيحكي إيش هي الحواجز اللي بتوقف بوجه أحلام الشباب الأردني؟ أكيد هذا السؤال في كتير ناس ممكن جاوبوا بطريقة مختلفة، كل واحد فينا له جوابه، ولكن بنحب تتابعونا. رح ناخذ آراء أصحاب الاختصاص، أنا أتعرف على الأستاذ محمد وأكيد أصدقائنا وزملائنا من مختلف جامعات الأردن. يسعد مساك أستاذ محمد الزواهري، ضيفنا اليوم مختص في عمل الشباب وناشط، يعني حكينا قبل الحلقة بكتب كلام جميل جدا، ناشط اجتماعي وناشط سياسي، ويعني شغله الشاغل دائما بيكون مع الشباب، فهو إنسان راح يفيدنا كثير لأنه على احتكاك كبير بالشباب، وأكيد معنا ضيوف راح نتعرف عليهم وهلأ نمس عليهم واحد واحد. يسعد مساكم يا رب استاذ محمد. مساء النور، الله يمسيك بالخير. يا أهلا، كيف حالك؟ يا مساء الخير، نورت استوديو كرفان. تسلم، منور بأهلك. موضوعنا اليوم سهل ممتنع، نعم، يعني سهل نحكي فيه بس بجوز صعب انه نلاقي حلول ونحل مشاكل كثيره. نعم، بس اذا بدي هيك ابلش الحلقه بدناش نجاوب السؤال اللي حكينا عنه. نعم، بدايه الحلقه شو هي المشاكل الاخيره. نعم، رح نجي لها في سياق الحلقه، ولكن اذا بدي اسالك عن مستوى الشباب الاردني اليوم. نعم، انت زي ما حكينا في بدايه الحلقه انت بطبيعه عملك كل يوم تحتك بالشباب الاردني من مختلف انحاء المملكه، من الشمال للجنوب، من جميع خلينا احكي الخلفيات والاختصاصات. شو رايك بمستوى الشباب الاردني اليوم؟ هل بتحس عندهم مثلا افكار حلوه وفي شيء ماسكهم، ولا بتحس في اشخاص مش مهتمين، او هدول الاشخاص المهتمين عندهم افكار محدودين بالعدد؟ خلينا نحكي. نعم، بدايه بس قبل ما اجيب حضرتك على السؤال، صراحة بما أنه إحنا في قناة رؤية، يعني بهمني كشاب أردني يعني أكد اعتزازي بقناة رؤية اللي دائما الأمانة تعطي مساحة ممتازة للشباب سواء كحضور أو حتى كعاملين. يعني حضرتك والعاملين بهذا البرنامج أغلبكم من الشباب، وأنا داخل بصراحة شفت كل الستاف هو شباب، فهذا إشي بيسعدني جدا كشاب إنه اليوم في وسيلة إعلام أردنية عم تعطي هذه المساحة الممتازة للشباب بينهم يعبروا عن ذاتهم، بينهم ينتجوا برامج إعلامية زي اللي إحنا موجودين فيها. وإحنا بنتشرف فيك ما شاء الله عليك، أنت كمان شيخ الشباب. تسلم يا رب، ما عليك زود. صراحة الإجابة على سؤالك نعم، هناك عدد كبير جدا من الشباب الأردني اللي عندهم أفق ممتاز، بيعبروا عن ذاتهم بكثير من المبادرات. هناك مجموعة من الشباب المؤهلين اللي عندهم رغبة حقيقية بالانخراط بالعمل العام والعمل المؤسساتي، وفي مؤشرات لهذا الشيء. هناك مبادرات كثير كبيرة وهناك حملات كثير كبيرة أطلقها الشباب الأردني بيعبروا فيها عن ذاتهم إنه يا عمي إحنا في عنا رغبة بانخراط بالعمل العام، في عنا مهارات معينة، في عنا رؤية معينة، في عنا معرفة معينة، حابين نوظف هذه المعرفة بخدمة المجتمع الأردني. هلا بالعودة إلى السؤال الكبير تبع الحلقة، هل هناك مشاكل؟ نعم هناك مشاكل. هل هناك معيقات؟ ممكن بلحظة من اللحظات نحكي عن هذه المعيقات، ولكن الإجابة نعم، هناك أعداد لا يستهان فيها من الشباب الأردني، ونتيجة هذه الأعداد صار يظهر فيها أن مؤشرات كثير كبيرة. اليوم على الفضاء الافتراضي على الإنترنت بإمكانك تلاقي آلاف الحملات وآلاف المبادرات عم بديرها وعم بنفذها على الأرض مجموعة من الشباب متوسط عمرهم ما تجاوز 20 أو حتى 25 عام، أو حتى في شباب منهم ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية وحتى مقاعد الدراسة المدرسية. فبالتالي نعم هناك مؤشرات كثير كبيرة، سواء على الفضاء الافتراضي هناك مؤشرات
على الأرض موجودة، هناك مؤسسات تدار من قبل الشباب، هناك حملات كسب تأييد، وهناك مبادرات موجودة أيضا بالأطراف وبالمركز أيضا بديرها شباب، هناك أفكار بدأت تظهر إلى العلن سواء بالحقل السياسي أو حتى بالحقل الاجتماعي أو حتى بالحقل الاستثماري بشكل عام، هناك أفكار شبابية عم تندار من شباب وعم تقدم من شباب، فهذا مؤشر كثير كبير على أنه نعم هناك رغبة حقيقية لدى الشباب أنهم يكونوا جزء من الحياة العامة. بدي أسألك سؤال من شقين. نعم. إحنا كلياتنا بنعرف أنه الأردن خلينا نحكي بلد فتي. نعم. يعني نعم. معظم نعم. الأردنيين هم من فئة الشباب. نعم. السؤال الأول أو الشق الأول من السؤال، أنت حكيت هلأ بالفضاء الإلكتروني أو نعم. في عالم المواقع التواصل الاجتماعي نعم. عم نشوف في كتير مجموعة من الشباب بيطلعوا بمبادرات وأفكار حلوة نعم. هل بتحس أنه عدد الشباب هذا كافي؟ نعم. ولا بتحس لسه ينقصنا كمان شباب زي هيك تطلع بمبادرات أحلى؟ لأنه إذا بنطلع على الجانب الغير مضيء واللي هو أنا يعني إشي ما بحب أطلع عليه دائما، برضو عم بنشوف في كتير بلهجتنا وبحكينا سوالف ما لها داعي على المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعم نشوف مواضيع بتنفتح ما لها داعي وبرضو من الشباب. هذا شق من السؤال. والشق الثاني الأشخاص والشباب اللي عم تشوفهم عم تحتك فيهم، هل في خلينا نحكي تخصص معين أو في فكر معين عم تحسهم مهتمين فيه كشباب؟ بداية، واحدة من مميزات وسائل الإعلام الاجتماعي وبشكل عام الفضاء الافتراضي، أنه سابقاً قبل يعني الثورة التكنولوجية اللي صارت مؤخراً، سابقاً كانت المبادرة تطلع على الأرض بعدين تصير أونلاين، يعني تطلع المبادرة مجموعة شباب يتجمعوا بحارة ولا بحي ولا بقرية ولا بمدينة ولا بمؤسسة معينة وبعدين يعملوا ويب سايت. اليوم لا، صارت المبادرة تطلع أونلاين وبعدين تنزل على الأرض أوفلاين، فصار الناس يتجمعوا عن طريق الإنترنت، وفي عشرات بل مئات المبادرات وأنا جزء منها. الناس تعرفت على بعضها على الإنترنت ونزلوا على الأرض تجمعوا. في منه بجوز ما بنزل على الأرض أصلاً، بضل. في منه للأسف بيضل يحاكي الحال الافتراضي. وهذا جزء من الإجابة على حضرتك، يعني قديش إحنا محتاجين عدد من الشباب علشان فعلًا نحدث تغيير. أنا بعتقد إنه إذا أردنا الحديث عن تغيير حقيقي في بنية المجتمع، وأردنا الحديث عن تغيير حقيقي في بنية الدولة، وأردنا الحديث عن تغيير حقيقي في دور الشباب، مش بالضرورة يكون في عنا آلاف من الشباب، ممكن مجموعة بسيطة مركزة من الشباب عندها أهداف، عندها رؤية حقيقية، هذه المجموعة ممثلة أيضا وقادرة على تمثيل كل احتياجات الشباب، ممكن تحدث تغيير. فبالتالي بصراحة الموضوع مش مرتبط بالعدد بقدر ما هو مرتبط بالكفاءة، مرتبط بالنوعية، ومرتبط بالتمثيل. وأنا بحب أحط ثلاث خطوط على موضوع التمثيل، لأن واحدة من الأزمات التي تواجه الشباب، وهذا أيضا سبب لاندفاعهم للحياة العامة، واحدة من الأزمات التي تواجه الشباب هو عدم وجود تمثيل لهم. وأنا هون بقصد بالتمثيل هو ليس فقط التمثيل بمعنى اليوم إحنا موجودين شباب باستديو عم نحكي عن مشاكل شبابي، أنا بحكي عن التمثيل بالنهاية، هذا برنامج إعلامي. صح. أنا بحكي عن التمثيل في مصنع القرار اللي هو يصنع سياسات الدولة، اللي هو يصنع البيئة الحاضنة لهذول الشباب بصفتهم مواطنين قبل ما يكونوا شباب. فبالتالي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الشباب هي أزمة التمثيل. في مشكلة في تمثيل الشباب بمؤسسات الدولة، في مشكلة بتمثيل الشباب في مصنع القرار سواء بقوانين الانتخاب المختلفة، وبالتالي هاي المشكلة خلقت مجموعة من الشباب عم بيبادروا هم بأنفسهم بأنهم يروحوا على صانع القرار، أو حتى يبادروا أنفسهم بأنهم هم يقدموا حلول بديلة. وبالتالي في علوم كثيرة بلشت تحكي على البوليسي بيبر، أوراق السياسات، هذه عم بصنعها شباب، بيروح بكل بساطة على المسؤول بيحكي له يا عمي قانون الانتخاب لازم يكون هيك، المعايير الدولية بتحكي هيك، يا عمي البلديات لازم تندار بهاي الطريقة، انه انت حضرتك الجهة سين او جهة صاد سواء كنت رسمية او غير رسمية، انت تعنى في العمل الشبابي، بس اليوم انا كشاب شايف اولويتي او اجندتي الوطنية رايحة بهذا الاتجاه، فانا برجوك كشاب بدل ما يعني ما تحطني بصناعة القرار، ومش قادر تحطني بصناعة القرار، هذه وجهة نظري. انا بعتقد انه لازم احنا مستقبلا نروح على تعديل القوانين والتشريعات، نروح على تعديل السياسات العامة علشان نقدر نوصل عدد أكبر من الشباب إلى مصنع القرار، لأنه طول ما إحنا عم نحكي على شخص عم بيمثل الشباب وهو ما زال عمرياً وفكرياً وحتى معرفياً وحتى اجتماعياً مش قريب منهم، لن يستطيع أنه يعبر بشكل حقيقي عن الشباب. يعني صراحة. هذا بتعرف أستاذ محمد آخر إشي حكيته بجوز بده أسبوع على الهواء مش حلقة، لأنه فعلاً إشي مهم جداً. نعم. وبدنا نيجي لأحلى شباب لضيوفنا معنا اليوم. مين عنده هيك مداخلة؟ تفضلي ستي، معلش أنا عارف بدك تحكي بس ladies first، ما بنفعش نتعرف عليكي وإيش تدرسي إيش تعملي. أسمع شيبي، سنة تالتة إذاعة وتلفزيون. أهلا وسهلا. بدي أحكي، إحنا كأردن كمجتمع ذكوري، هل دور المرأة الشابة بارز بهاي المبادرات، ولا إنه بتضلها إنه مستحية عاداتنا وتقاليدنا، وأنا لازم إنه أضل من وراء الكواليس ما أحكي وأعبر عن المشاكل اللي بتواجهني؟ نعم،
يعني اتوقع بصراحه ما يعني انا راح اجاوب عنك شوي ادخل الموضوع طبعاً. بحس ما في انها ظاهره يعني عم نشوف كثير مبادرات حلوه انا بحكي برايي الخاص ومن كرفان البرنامج اللي بيستضيف مواهب ومبادرات حلوه جزء كبير منها بكون صبايا وصغار بالعمر كمان نعم. فما اتوقع انه في عندنا مشكله بهذا الموضوع صح او يعني خلينا نحكي كنسبه شباب جزئيا انا بتفق مع حضرتك بس كمان انا بتفق مع السؤال الانسي لانه هي تحدثت عن عقليه المجتمع للاسف ما زال المجتمع ذكوري وما زال المجتمع يعني صراحه لا يعطي المراه الشابه تحديدا كمجتمع بتفكيره عم نحكي نعم. مش كمبادرات موجوده للاسف كمبادرات بصراحه في كثير مجموعه من الفتيات الشابات عم بيقودوا مبادرات نوعيه للامانه وفي مجموعه مؤخرا نجحت بانها تعدل القوانين المرتبطه في المراه وهذا شيء نعتز فيه واحنا دائما لما بنحكي شباب عشان يكون يعني ضابطين مصطلح الجندر بنقصد ايضا الذكر والانثى ولكن سؤال الانسه مهم جدا نعم هناك ما زال المجتمع يميز تجاه المرأة ولا زالت المرأة الشابة خصوصا في المناطق خارج المركز لا زالت المرأة الشابة تعاني من مشاكل لها علاقة بإدماجها بسياسات العامة ومشاكل بإدماجها بمصنع القرار حتى إذا بدنا نشوف القوانين والتشريعات كثير حاولت أنها تساعد المرأة فيما يتعلق بالكوتا وما يتعلق ما إلى ذلك ولا زلنا أيضا في أن قصور بإيصال المرأة الشابة إلى مصنع القيادة أنا شخصيا على الصعيد الشخصي أنا أؤمن إيمان أن الدول اللي تقدمت هي الدول اللي أعطت المرأة بشكل عام سواء كانت شابة أو غير شابة مساحة في مصنع القرار لأنه يعني فسيولوجيا معرفيا إداريا للأمانة المرأة أمهر من الرجل في الإدارة فبالتالي أنا شخصيا يعني هذا نداء إلى مؤسسات الدولة أنه يعطوا مساحة للمرأة الشابة تحديدا أنها تتولى زمام المبادرة في هذه المؤسسات حتى نجرب يا أخي جربنا الختيارية خلينا نجرب هالشباب والسيدات المخرجة بتسلم عليك على رأسي عشانهم صبايا أن أنا بفتخر فيهم كمان كلهم بنات وبدهم إياني أطلع فاصل يلا يلا طيب يلا بدنا نطلع فاصل سريع أول فاصل بحلقة يوم الثلاثاء كرفان إكسترا موضوعنا عن اليوم هو موضوع مهم جدا اللي هو إيش هي المشاكل اللي بتواجه الشباب بتحقيق أحلامهم بدنا نطلع فاصل سريع ومكملين بس حلقة جميلة رجعنا نكمل بحديثنا عن الشباب وأحلامهم وأهدافهم خلينا نحكي الواقعية والملموسة والموجودة في بداية الحلقة كنت عم بحكي أنا والأستاذ محمد أنه في نسبة كبيرة من الشباب عندها مبادرات حلوة وعندها أفكار جميلة جدا وتطبق ومش بس هيك خلينا نحكي فائدة هاي الأفكار والمبادرات مش بس قد تعود عليهم بفائدة ولكن قد تعود على خلينا نحكي البلد بشكل عام بالفائدة ولكن بدنا نروح لموضوع اللي هو ما طرقنا له بجوز خلينا أحكي بتفاصيل أكثر نعم. اللي هو موضوع العواقب والحواجز اللي بتوقف قدام الشباب نعم. زي ما حكينا في عنا مبادرات في عنا أفكار حلوة ولكن في عنا كثير حواجز نعم. والحواجز هاي كمان مرة بيوجه كل بفكر كل شخص فينا بتكون مختلفة نعم. إذا بدنا هيك نلخص هالمشاكل إيش ممكن يكون أو التحديات خلينا نحكي عظيم يعني صراحة أسهل إشي هو نتحكي عن الحواجز أو عن المشاكل لأنه أي حدا في الدنيا بصراحة في واقعنا الحالي سهل جدا نحكي عن المشاكل أو الحواجز اللي بتواجهه لكن أنا بعتقد أنه يمكن تصنيف الحواجز إلى نوعين حواجز ذاتية من الشباب أنفسهم وحواجز مادية قادمة من البيئة أو من المؤسسات العاملة مع الشباب نبدأ بالحواجز المادية اللي موجودة في المجتمع أولاً المجتمع قد يكون حاجز ثانياً طبيعة هذا المجتمع قد تكون حاجز ثالثاً الجانب الاقتصادي يعني عشان نكون موضوعيين واقعيين الدولة الأردنية ليست دولة نفطية وليست دولة متقدمة اقتصادياً الأردن يعني لديه ظروف اقتصادية اجتماعية محددة إحنا عايشين بالشرق الأوسط دولة عربية من دول العالم الثالث لا زالت نامية الشباب هو جزء من هذا المكون السكاني فبالتالي يعني الدولة مش كثير عم بتقدم إشي كثير ممتاز في الاستثمار ولا للسياسيين ولا للاجتماعيين والشباب مقصر معهم في تقصير وفي قصور بكل هذه المراحل جزء من هذه الملفات هو الشباب فبالتالي هذه الحواجز قد تكون واحدة من أسبابها الحواجز الاقتصادية إنه الدولة ما عندها بيئة اقتصادية حقيقية تدعم هذول الشباب السبب الثالث هو سوء إدارة أزمة إدارة موجود في مؤسسات الدولة سواء المؤسسات الرسمية العاملة مع الشباب أو المؤسسات الغير رسمية تقريبا يزيد والشباب بيعرفوا في الاستوديو الضيوف انه عدد المؤسسات الرسميه العامله مع الشباب بتجاوز العشر مؤسسات هذه المؤسسات للاسف لا زالت غير قادره على ايجاد مشروع موحد لهذول الشباب بعض هذه المؤسسات هي وزارات بعض هذه المؤسسات هي هيئات بعض هذه المؤسسات عندها صناديق عندها يعني مبالغ ماليه مخصصه لها للاسف لا زالت غير قادره على انها توظف كل هالحجم السكاني للشباب في ايجاد مشروع محدد لهم
واليوم الأرقام والدراسات عم تحكي أن الأردن دخل بما يسمى أو ما يعرف بالفرصة السكانية أو الهبة الديموغرافية. تخيل قديش علماء الاجتماع السكاني سموها هبة ديموغرافية، بمعنى أن الديموغرافيا والمجتمع بيعطيك كبلد هدية. الهدية الأردن هذه بدأ يدخل فيها أنه في الهدية بتحكي أنه عام 2022 سيبلغ عدد الشباب في الأردن أو عدد من قادرين على الإنتاج تقريبا من 75 إلى 77%. هذه هدية من الديموغرافيا. إذا إحنا هذه الهدية ما تعاملنا معها بشكل ممتاز وبشكل إداري منيح يدير هذه الهدية بشكل ذكي، للأسف حتحول علينا نقمة، لأنه أنت في عندك أعداد هائلة من الشباب، إذا ما لقيت لهم فرص عمل، ما لقيت لهم مساحة يعبروا فيها عن ذاتهم، ما لقيت لهم مجالات يعبروا فيها عن إبداعهم وعن تفوقهم، يا أما بطفش وبهاجر برا البلد. وللأسف هذا شيء بدأت مؤشراته من الآن. أنا وإنت والشباب أكيد بيعرفوا عشرات بل مئات من الشباب الأردنيين الأكفاء والقادرين على أنهم فعلا يقدموا شيء للبلد هاجروا. والهدية هاي يعني ممكن تكون مصيبة. هذا المخيف. كبير هذا المخيف صراحة. يعني صراحة سهل أبداً ومخيف. صراحة هذا المخيف. على كل حال إحنا زملائنا عملوا تقرير جميل جداً. نعم. نزلوا على الشارع الأردني. نعم. وسألوا نفس السؤال. خلينا نشوف شو ردود الأفعال. يب. والله بالنسبة للحواجز يعني عدم قلة فرص العمل، يعني الشاب بتخرج من الجامعة وبصرف مبلغ كبير بعد ما يتخرج ما في فرص عمل، طبعا هاي بتحبط من طموحه، يعني عرفتي علي؟ إذا ما في شغل كيف يعني بده يكون عنده طموح؟ طموحات الشاب الأردني يعني ما بلاقي الفرصة المناسبة له أو الوظيفة المناسبة له، فبحاول إنه يعني عدم ما أخذ يلجأ يعني إنه بده يسافر على دول ثانية غير البلد اللي هو فيها مشان يحقق طموحاته. يعني أول شيء صعوبة الحياة في الأردن، يعني تلاقي ثلثين الشعب عاطلين على عمل، حتى اللي بيشتغلوا فش عنده طموح، يعني موظف بداوم بروح الساعة 4-5 شو بده يضل يشتغل عبين ما وصل بيت عبين ما أكل لقمة، شو الطموح اللي عنده؟ راتبه محدود، الدخل محدود، بس هذا الشباب، يعني هاي الشباب كلها هيك. أشغال ما في شيء، أشغال زي الناس للشاب اللي بيتخرج من الجامعات، يعني مش معطينه حقه إنه هو يتخرج ولاقي وظائف. هاي يعني أكتر إشي أنا بتصور فيها، يعني العمل، قلة وظائف، قلة عمل، الوضع الاقتصادي للبلد، المشاريع، ما في مشاريع اللي توظف شباب البلد، هاي يعني أهم نقاط. والشاب برضو بتخرج فيش فرص عمل بالمرة في البلد، أكثريتهم بروحوا على الخليج. والله قلت الشغل الفلوس، يعني الشباب عماله بتتخرج من الجامعات بدرسوا بقعد 4-5 سنين وما مقدمين على وظيفه ما بلاقوا وظيفه، غلاء المهور، غلاء المعيشه بشكل عام، فالشاب عندنا في البلد صراحه مدفون، يعني كثير محزن الشاب في البلد هاي. يعني اتوقع حسيت انه نوعا ما موضوع العامل المادي وقلة فرص العمل هي واحدة من اهم الحواجز. خلينا نرجع لضيوفنا طلابنا. بهاء عندك مداخلة. يسعد مساك دكتور، معك بهاء نوفل من جامعة البتراء. بداية خلينا نبلش بالمثل الشعبي اللي بيحكي من هم عشي سواء ومن تركه بعيش بلاء. كأستاذ مختص بنظرتك شو ممكن صفات الشخص الناجح اللي ممكن يوصل لهاي الانجازات وتفادى العقبات قد ما يقدر، يعني أكبر قدر من تفادي العقبات، صفتك شو هي؟ شو صفات الشخص الناجح اللي ممكن توفر فيه هاي الصفات؟ عظيم. أو خلينا نحكي الشخص اللي بدوش يسأل عن هاي الحواجز شو لازم يعمل بجوز صحيح. كمان صحيح، يعني صراحة لازم يكون جليندايزر بناء بده يحاول قدر المستطاع أنه يعني إجابة هذا السؤال مش إشي سهل صراحة. واحنا برجع باكد انا مش كثير سوداوي، ولكن احنا لا نعيش بظروف اقتصاديه واجتماعيه كثير مريحه، واحنا مش مولودين في مجتمعات يعني متعوده على اخراط الشباب في الحياه العامه. الجيل اللي احنا موجودين منه، احنا هذا الجيل اللي بنعول عليه فعلا انه هو يحدث التغيير في كل شيء، سواء بواقعه كشباب او حتى بواقع بلداننا كبلدان. فبالتالي اول شيء العامل الذاتي اللي هو انا كنت بدي استكمل عنه الفقره فات، الشاب لازم يشتغل على حاله. مش كثير صحيح اظلني انا استمر كشاب بهذا الخطاب السوداوي انه ما لي فرصه، انه انا قاعد بهاجر، انه انا الكل مهمشني وانا نفسي مش مشتغل على حالي. اول شيء ببلش صراحه من الشيء الاكاديمي. عندنا يعني مئات الشباب، او ما بديش ابالغ في الرقم، ولكن عندنا في الاف الشباب فعلا عم بتخرجوا من الجامعات ما بيعرفوا ابجديات تخصصاتهم. فبالتالي اول شيء لازم
عشان نكون واقعيين ونكون صادقين احنا كشباب مع انفسنا قبل ما نكون نطالب اصحابنا وعايشين حوالينا ومعنا نقدر احنا 100%. اول شيء لازم يعني المؤسسه الاكاديميه اللي انا بدخلها سواء الجامعه او المدرسه اتعامل معها بشكل جدي واتعامل مع هذا العلم اللي انا بتلقاه على اساس انه مسؤوليه وطنيه علي راح ارجع اخدم فيها بلدي واطور فيها ذاتي. الشيء الثاني هو الجانب المهاري، لازم الشاب يطور من مهاراته اكثر. اليوم سوق العمل والاقتصاد والاستثمار مفتوح على مصراعيه. اليوم الاردن دوله بسيطه ليست دوله متقدمه اقتصاديا، عم بتحاول تجيب كفاءات من الخارج بالرغم من انه في عندنا كفاءات. ليه؟ لانه في كثير شباب مش عارف يسوق نفسه، مش عارف يسوق ذاته، وهذا الامر مرتبط بالكفاءات. وانتم بتعرفوا وهلا وانا بحكي بتفكروا بناس ممتازين جدا وعندهم كفاءه اكاديميه ومعرفيه عاليه، بس للاسف مش عارف يسوق حاله مهاريا. فبعتقد كمان لازم يشتغل على حاله بالجانب المهاري. الجانب الثالث هو جانب يعني بروح باتجاه القيم اكثر، هو التكاتف والتعاضد بيننا كشباب، كيف احنا نخلق فرص لبعضنا البعض. انا بعرف احمد ممتاز، تعالي احمد تفضل على هذه المساحه، انا بعرف يزيد كويس، تفضل يزيد بنظبطك بكرفان، مش انا زبطتك يعني انه الله قدها. فعليا بعتقد انه هذه العناصر اللي العناصر الذاتيه اللي الشاب يطور فيها مهاراته، يطور فيها معرفته، يطلع اكثر، يحاول يبحث عن فرص يطور فيها ذاته اكثر ويتعاطى بجديه مع الموضوع. انا بس كنت اعلق على نقطه إلى علاقة بالتقرير، وأنا هذه دائما برفضها وبجوز في كثير أشخاص ما بتفقوا معي فيها، هي فكرة قديش إحنا بنخطئ لما بنربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وهذه مشكلة كثير كبيرة صراحة. أنا بعتقد إنه مش لازم نربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لأنه أنا إذا بستمر بإني أحكي إني بدي أربط مخرجات التعليم بسوق العمل أنا بطلع مواطن بيشتغل، بطلع شاب عامل فقط. أنا بدي إنسان مفكر، بدي إنسان عنده مقدرة على الإبداع، بدي شخص يكون قادر إنه يخلق مساحة جديدة لإله. بالنهاية أنا إذا بدي أصنع جيش من الموظفين بربط فقط مخرجات التعليم بسوق العمل. شو السوق بده؟ بده هاي التخصصات، يلا بس درس هاي التخصصات وخرجهم. موضوع انا بدي ابداع، بدي اشخاص يغيروا مستقبل البلد. فبالتالي محتاج صراحة. محتاج بالفعل اعزز الابداع عند الشباب واخليه يدرس التخصص اللي هو حابه واللي هو بيعتقد انه بلدنا فعلا بتحتاجه وقادر انه يقدم فيه شيء لبلدنا او حتى للانسانيه بشكل عام ببلدنا او بخارج بلدنا. يعني هلا بصراحه حتى هذا الموضوع انا راح احكي فيه بجوز، بس لازم نطلع فاصل سريع. انا عارف في عندنا مداخلات وفي اسئله، ولكن حلقتنا حلقة يوم الثلاثاء كرفان إكسترا مستمرة معكم، خليكم معنا بعد الفاصل. كملين معكم بحلقة يوم الثلاثاء كرفان إكسترا. زي ما حكيت في بداية الحلقة، كل يوم الثلاثاء دائماً نحكي بموضوع معين ومنسلط الضوء عليه، وبنحب اللغة تكون لغة شبابية نوصل صوت الشباب. واحد من الشباب اللي بيرفع الرأس وأنا بحبهم كتير، ما رحتش على عيد ميلاده الأسبوع الماضي، البش مهندس حنا سلامة. هو كان مفروض بصراحة يكون معنا بالحلقة ولكنه مريض وتعبان، ألف سلامة عليه. هو موجود معنا هلأ باتصال هاتفي. للي ما بعرف البش مهندس حنا سلامة قبل فترة طلع بفيديو رهيب جدا فخم، طلع فيه بفكرة كيف ممكن نستغل أبراج السادس ونعمل منهم مشروع وطني، مشروع يفيدنا من جميع النواحي. مش بس هيك، سابنا غاب عنا فترة، بعديها طلع بفيديو تاني لفكرة خرافية جدا، ولكن مش حتى بالأردن، يعني تفكيره توسع وراح لبريطانيا المملكة المتحدة. حنا سلامة البش مهندس، الحمد لله على السلامة. سلامتك يا زلمة. يزيد حبيبي كيف حالك؟ أمورك تمام؟ صرت أحسن؟ تمام يعني أحسن شوي. شكرا لك كثير، وأنا آسف ما قدرت أكون معكم اليوم. بسيطة حبيبنا. حنا أنت مثال بصراحة، زي ما حكيت هلأ في المقدمة نفتخر فيك، ومثال على شاب أردني عنده أحلام وعنده أفكار كثيرة، بجوز إشي يتحقق منها بجوز إشي ما تحقق. ما بعرف إذا أنت كنت متابعنا من بداية الحلقة، ولكن بنحكي عن موضوع مهم جدا اللي هي الحواجز، خلينا نحكي والمشاكل اللي بتواجه الشباب في تحقيق أحلامها. شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنت كشاب طلعت بأفكار كثيرة وعندك شغلات، في إشياء تحققت أنا بعرف على الصعيد الشخصي إنها تحققت، في إشياء ما تحققت. مظبوط. هلا أول إشي يعني بحب هيك أعمل مقدمة على موضوع الحواجز. أتوقع الواحد لازم يعرف إنه الحواجز دائما موجودة بالحياة، يعني بكل إشي الواحد بده يعمله دائما في حواجز، دائما في صعوبات. مبدأ إنه الواحد يأخذها كحواجز أو يأخذها بشكل إيجابي هو خيار شخصي أنا بعتبره. العقبات الموجودة بالحياة هي موجودة وما رح تتحرك إلا إذا إحنا منحركها أو منلف حواليها. يعني كثير مهم الواحد إذا حابب يعمل إشي أو يوصل لإشي ما يتفرج على هذه العقبات ويحكي خلص هاي حياة مسكر قدامي وأنا ما رح أقدر أوصل لأنها موجودة. هاي العقبات موجودة إلي ولإلك ولكل حدا. فهو الواحد اللي بده ينجح بده يتفرج عليها بطريقة إيجابية
يا يحاربها او يلف حواليها، بس الى اي طريقه لو يوصل المحل اللي يوصله هو فيه. صح. شغله ثانيه باشمهندس حنا، هلا بدناش ندخل بتفاصيل كثيره، ولكن موضوع الفيديو الاول شفناه زي ما حكينا، وهلا انت طلعت بفيديو جديد، احكي لنا قصه هالفيديو وليه، ايش معنى قررت تطلع لشيء اكبر هالمره وعلى لندن تحديدا؟ على لندن. طيب هلا اول شيء موضوع الفيديو الثاني، هلا احنا اصلا موضوع الفيديو الاول طلع لانه احنا شفنا مشكله وقررنا بدنا نحلها، يعني كان رد فعل لا ارادي خلينا نسميه على حل مشاكل حوالينا. واحنا بشكل عام يعني حتى كمكتب هندسي دائما عينينا لبرا وعم دائما نتناقش بالقصص الموجوده اللي بتاثر على الشعب، بتاثر على الناس بشكل عام يعني، وكيف ممكن نحلها، بنتناقش يعني بشكل دائم فيها. موضوع لندن، انا كنت بلندن قبل فتره وكنت على البسكليت هيك بلف المدينه مع صديقه لي هناك، واضطرينا نمشي مسافه طويله، وحكى لي انه احنا في مفروض جسر هون يقطع، نقدر نقطع عليه بس لهلا ما تدريني بنوع عشان ما في مصاري. فلازم ضليت هيك كفضول اسال اكثر واسال اكثر عن الموضوع، واكتشفت انه جد صار لهم 100 سنه لهلا مش عارفين يبنوا هالجسر من قله المصاري. فبلش مخي الاخضر يفكر، يعني دائما بحب استعيد. خطير هذا مخك. يعني شوف انا حتى بشغلنا المعماري كثير بحب البيئه، وكثير بفكر بالطاقه المتجدده وبهاي الافكار كلها. فرأسا بلشت هيك العجال تدور، وطلعت فكره انه ليش ما نخلي نطلع بفكره جسر بدفع حق حاله وبيدفع حق الرننج كوست، يعني التكاليف تبعت اشغاله يعني. فمنها بلشنا نطلع بنفكر بالمي اللي بتتحرك تحت الجسر والهواء اللي بتتحرك فوقه، وانه الناس عم تمشي، يعني انت عندك 1,200,000 شخص رح يقطعوا هذا الجسر بالسنه. فرأسا خطر على بالي انه ليش ما نستخدم هذول البلاطات اللي بولدوا طاقه من عن طريق الناس تعت عليهم تمشي عليهم. وافكار ثانيه كثيره طبقناها بالفيديو لطلعنا بفكره متكامله على كيف احنا ممكن نخلي هذا الجسر يكون جسر اول شيء صديق للبيئه، وثاني شيء بولد مصاري. هلا ليش لندن بالذات؟ زي ما قلت لك عشان كنت هناك. بس احنا اللي طبعنا فيه هاي المره هي فكره بتطبق مش بس بلندن، يعني احنا هاي الفكره ممكن نطبقها بعمان او بلندن او بنيويورك، يعني هي فكره عالميه او يعني هي طريقه تفكير حابين احنا ننشرها، استغلينا فيها فكره هذه الجسر تبع لندن. باش مهندس حنا، سلامة قلبك حبيبي. إن شاء الله بشوفك قريبا بتكون بكامل صحتك وعافيتك. شكرا للاتصال الهاتفي. أنت صحيح مش معنا بالاستوديو، بس أنت معنا بروحك وبأفكارك الحلوة. يسعد مساك يا رب. أستاذ محمد، يعني سمعنا من المهندس حنا وشفنا هالأفكار، وبتخيل إحنا يعني، وهاي بدي أحكيها للشباب وبجوز لكل حدا عم يتابعنا، مش ضروري مرات إنه إحنا نطلع بفكرة تكون لها دخل فينا كأشخاص. يعني باشمهندس حنا طلع بفكرة لأبراج السادس، هي بتفيد الأردن وبتفيد كتير عائلات لو اتطبخت وصارت. وكان كان كان أكيد النتائج بتكون مختلفة. في مداخلة كتير وعم بتطلع، في كتير ناس حابة تشارك. احكي لنا، تفضل نتعرف عليك. مساء الخير جميعا، أنا محمد عون القطاوي. أهلا محمد. هلا لفت انتباهي اني بدي اتطرق للموضوع شوي من ناحية اجتماعية. بدي احكي عن الفئة الشبابية اللي عم بتمر بمراحل عمرية مبكرة، ما عم توجد مساحة كافية لتجربة اختيار حر، فبالتالي تجربة اختيار حر، فبالتالي ما عم تصقل ذاتها، ما عم تصقل شخصيتها، ما عم يتحدد الميول والأهداف والرغبات. على مرحلة فيما بعد راح تشكل عدم خبرات سابقة، فما صار ما في خبرات بناء على تجربة الاختيار الحر إنها كانت شوي مأخوذة أو شوي مغطى عليها. على هاي من ناحية. الناحية الثانية اللي بدي أحكي فيها أفكار الشباب، طموحاتها، أحلامها، كل المجتمع الشبابي والمجتمع وفئة الشباب بالذات عندها أحلام وعندها أهداف تطمح لتحقيقها. لكن هاي الأفكار وهاي لها خطط استراتيجية أو لها أفكار عم تتخطط استراتيجيا، ولا هي مجرد أفكار بالهواء مش أكثر؟ أو في يعني نحكي عدم قدرة على تطبيقها على أرض الواقع. هذا الشيء بمس الشباب بشكل مباشر، يعني إنه ما مش قادر يطبق إشي اللي بفكر فيه. يعني مداخلتين مهمين جدا. خصوصا أول مداخلة اللي هو إنه الشخص أو الشاب نفسه ما يكون قادر إنه يختار. هذا موضوع أتوقع حساس كتير. حكينا حتى بحلقة حوارية مرة هيك حكينا عنه بسرعة. شو تعليقك أستاذ محمد؟ يعني أنا بعتقد أنه مشكلة تواجه المشرق بشكل عام هي مشكلة الاختيار. سواء الجنس، الدين، العلاقات الاجتماعية، كل هذه المنظومة عندنا مشكلة بالاختيار.
جزء من مشكلة الاختيار هي للأسف اختيارات الشباب أو خيارات الشباب. يعني بصراحة الحديث عن هذا الموضوع يطول، ولكن صح. قد يكون سؤال زميلنا هون هو رسالة للأهالي إنه توقفوا عن التدخل باختيار الشباب. وبصراحة عشان نحكي أكثر وضوحاً، إحنا تربينا على منظومة من الأطر ومنظومة من، يعني بحكي لك مثل كثير بسيط، أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. صراحة هذا المثل قفص ألاف صراحة بلغتنا للأمان. يعني هذا طبعاً مع احترامنا للناس أكيد طبعاً تقديرنا لهم، وقد يكون الأشخاص الكبار عندهم خبرة تراكمية نستفيد منها بشكل قطعي أكيد، بس على الجهة الثانية إحنا عم نشوف ناس صغار بالعمر ولكن عندهم أفكار بتسوى نعم بلد. مش بالضرورة اللي أكبر مني في يوم هو أعلم مني بسنة، ومش بالضرورة أو عشانها صبية هي نص عقل يا سلام عليك، أو إنه البنت يعني بصراحة ناقصة عقل وما عندها مقدرة أنها تدير نفسها، كيف الصلاة، أو حتى إنه هذا شاب صغير، لازم هذا بعده صغير شو فاهمهم الحياة، عيل ما بفهم. دول تقدمت وأصبحت دول عظمى أعطت مساحة للشباب. اليوم أحكي لك يعني حتى بالسياق السياسي، تعال نطلع على قادة الدول، رئيس فرنسا شاب عمره بالثلاثينات، رئيس وزراء فرنسي حتى هذه دولة السفير الفرنسي شاب صغير نعم أنا قابلته، رئيس وزراء كندا هو شاب، حتى بالدول اللي فيها نوعا ما فيها ديمقراطيات متقدمة زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، شوف مجلس النواب فيها والمجالس اللي تصنع القرار هم شباب. فاليوم بصراحة خلاص يعني جربنا إن مئات السنوات عم نجرب وبنحكي إنه أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. يا عمي خلاص يا أهالي توقفوا عن التدخل بخيارات أبنائكم الدراسية المعرفية وحتى الشخصية، خليها الشباب يجربوا حالهم. يعني بصراحة شو بدنا نوصل لأسوأ من هيك الأمانة؟ يعني الشاب صار يعني صار يصير عمره 30 سنة عنده كمية إحباط وعنده كمية سلبية، يعني لو بدنا نوزنها يعني بتعرف حتى أستاذ محمد هيك نحكي إحنا بكرفان شبابي الموضوع وبناخذ راحتنا ما في شوية خلينا نحكي الرسمية والحواجز على سلافة رياضة مرات 100% الأهل شو بدك بالفوتبول هاد شو بدك بالخدم بتعميش إيش بسويش. طب ما هي شفنا أمثلة رائعة جدا، رفعوا راس الأردن كلياته نعم. بس لأنه صمم مقرر إنه يلعب هاي اللعبة. يعني إحنا حتى مش على موضوع دراسي ولا جيزة ولا شو تعمل ولا تروح ولا تطلع، يختار يعني. موضوع رياضة إنه بده حاب ألعب كرة قدم. تعرف شو أستاذ يزيد، من فترة نقابة المهندسين الأردنيين طلعت بيان صيغ يعني ملخص البيان إنه يا عمي مشان الله تخلوش ولادك يدرسوا هندسة، كليات الطب بتقول لك مشان الله تخلوش ولادك يدرسوا طب، روح على كليات الفنون، روح على كليات صح. العلوم، علم الاجتماع، تعال نحكي عن هذا التخصص. قديش هذا مجتمعنا بدنا نحكي فيه بشكل مطول بس بعد الفاصل بصير. مش راح احكي معك، مش قديش احنا الحلقة بصراحة اليوم رائعة جدا ومداخلات أحلى وضيوف رائعين وتليفونات حلوة وأنت شيخ الشباب. تسلم. نستأذن منك ومن ضيوفنا نطلع فاصل سريع، آخر فاصل بحلقتنا حلقة يوم الثلاثاء، خليكم معنا، حلقة جميلة جدا ورائعة. أنا رجعنا معكم بالجزء الأخير من حلقة يوم الثلاثاء كرفان إكسترا، وعلى طول عند ضيوفنا في عندهم مداخلات، ونبلش من عند حنين العبادي. يسعد مساكي. يسعد مساكي، يعطيك العافية يزيد ولضيفك الكريم. بدي أحكي عن موضوع شغلة، هلأ إحنا بنعرف إنه جيل الشباب لما بيكونوا بهذا العمر وعمر الجامعة خصوصاً بيكونوا متحمسين لكتير أشياء صح، وبكون عندهم مبادرات وأشياء كتير حلوة، لكن في شغلتين هي بتمنعهم من هذا الموضوع. الشغلة الأولى نقد الناس، إنه أنت يعني بلد عربي شو بدك تعمل، إيه خلاص أنت بدك تيجي تصلح وكله خربان فكك. صحيح. والنقطة الثانية الواسطة، إنه أنا ممكن أكون أنا مبدع مثلاً وأقدر إني أعمل إشي، بس فجأة عشان هذا فلان مثلاً عنده واسطة معينة بيعمل هذا الإشي وأنا طموحي كله بخرب صح. فيعني هلأ سؤالي أنا للأستاذ، إنه إيش الأشياء اللي أنت عملت مبادرات كبيرة وكتيرة، شو الأشياء اللي واجهتها وكيف تغلبت عليها، وخصوصاً أكيد في انتقادات بيكونوا من اللي حواليك. نعم. شكراً حنين، بدنا نحاول نأخذ أكثر عدد ممكن من المداخلات، نروح لعندك ألا. ألا أنت عندك نصيحة صح؟ مظبوط. ايش اول شيء عارفين عنك؟ اسمي ألاء. علي صوتك بعد اذنك. اسمي ألاء وعمري 25 سنه. كوني انا درست اداره طيران دبلوم، انا جاي من الكويت. اهلا وسهلا. اوكي، وبناء على هاي التجربه الدراسه مش عيب قد ما كان العمر، سواء 25 ولا 30 ولا 35، الدراسه طول ما انت مصر وطول ما انت عندك هذا الطموح وصبرت فانت بتقدر انك تكفي هذا الشيء طول ما انت حاطط هدف قدامك صح. نعم. وفانا يعني بعطي نصيحه للكل، اذا في عندك هدف قدامك امشي فيه، ضلك داعس على البنزين، ضلك داعس على البنزين. شهد شهد عندك مداخله برضه. بس انا كنت بدي اسال الاستاذ سؤال، انه هل انت برايك بتعتقد انه، تعلي صوتك او تقربي المايك بعد انك هل أنت بتعتقد أنه برأيك قانون الجذب نعم بيكسر لا مستحيل للوصول للهدف؟ نعم. حلو، بدنا عند أبو الشباب
شيخ الشباب، انت عندك برضو موضوع عن المستحيل. نعم يعطيك العافيه يزيد ومسك بالخير. بس موضوع معظم الشباب بهالايام بواجهوا من الناس انه مستحيل توصل لهدفك او بيسكروها عليك، فكيف بدي احول المستحيل للمش مستحيل؟ نعم. عن طريق التخطيط او 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 اي طريقه بس بقدر استخدمها. بتضيف مش يعني. مش نعم. طيب احنا في عنا كمان مداخلتين، مش عارف راح تلحق نحفظ الاسئله طبعاً. خلينا ناخذهم كلهم. انا بدي احكي فضلي. عن انه اهم شيء لما الواحد يكون عنده هدف تكون عنده خطه واضحه وقادر يطبقها على ارض الواقع، قابله للتطبيق، انه ما تكون شيء كثير خيالي وشيء بفوق القدرات، انها تكون واقعيه. نعم صحيح. فيصل يسعد مساكم. مساء الفل. سؤالي انا من كثره الانتقادات بتتوجه للشاب والفتاه في المجتمع الاردني ممكن يصل لمرحله اللا قرار بحيث انه بصبح انسان تائه ما عنده اي قرار بحياته، كيف ممكن انه يتغلب على الشغله هاي او من ناحيه المبادرات بتقيموها انتم بتخلونه يتغلب فيها؟ نعم. شكرا. شكرا فيصل، يعني مداخلات بصراحه وتعليقات جميله جدا. نعم. نبلش من عند حنين، كان عنده شقين يعني موضوع الواسطه. قبل ما احكي تعليقي على مداخلات، تخيل في عندنا 11 شاب هم من مجتمعنا، هم بيشبهونا زي اخواننا زي اخواتنا زي اهلنا في المجتمع، وعندهم هذا الوعي وعم بيطرحوا اسئله بهذه الكيفيه عن المعقول واللا معقول والمستحيل وعن قانون الجذب والواسطه. هذول 11 ما شاء الله، هذا مؤشر حقيقي على قديش اليوم فعلا الاردن عنده شباب، وهذول شباب طلاب جامعه بالمناسبه، قديش اليوم يعني متوسط اعمارهم ما تجاوز 22 عام، قديش اليوم الاردن عنده فعلا قيادات شبابيه قادره انها تطلع افكار حلوه. هذا مؤشر عظيم وهذا شيء بفرح صراحه. يعني بالعوده للشيء اللي حكته الآن سي حنين، بالفعل الواسطه هي واحده من الامراض، انا حبيت كلمه بيخرب حلم الشاب، بالفعل ان الواسطه واحده من الامراض اللي بتخرب احلامنا وبتخرب مؤسساتنا وبتخرب بيتنا وبتخرب بلدنا. نعم. كمان وبتخرب مستقبلنا. وانا كشاب يعني ما بحكي عن حالي كأنا، بس انا اليوم كشاب في المجتمع لما اشوف انه في زميلي في الدراسه او زميلي في العمل او حتى زميلي بالتخصص الاكاديمي حصل على فرصه هو غير كفو لها وهو حصل عليها بالواسطه وبناء على ظروف مرتبطه بالواسطه، انا شخصيا يعني قد يعني بيصير عندي نفس سلبي، بيصير عندي يعني خراب، ممكن تتحول صح يعني فعلا كلمه بخرب كثير رائعه يا حنين، شكرا على فعلا، بيصير عندي خراب نفسي انه انا يعني مش حاسس بلدي تقدرني، فبالتالي آلاف الشباب صح. بيحاول أول مرة ثانية مرة ثالث مرة بعدين بيقول لك يا عمي أنا مش ما عنديش واسطة ما عنديش مقدرة أعبر عن ذاتي فبفل. بس ما هيك حنين، بما أنه حضرتك جاي هون وعم تحكي بهاي الكيفية ومتفاهم من الواقع، بتمنى أنه هاي الأمراض المجتمعية الإدارية اللي موجودة في بلدنا ومش سهل نقضي عليها، بتمنى أنه ما تحبطك والدوري على واسطه قويه. بديش اكون 100% بديش اكون كثير يعني حدا كثير زهري خطابه، بس بتمنى انك تكافحي وتقاتلي علشان تحصلي على فرصتك، يعني لو بشكل يجبر الاشخاص اللي بيستخدموا الواسطه انهم يخافوا من قوتك ومن معرفتك ومن مقدرتك، فهذا شيء بصراحه يعني بشجعك عليه دائما، انه حتى لو في مشاكل العلاقه بالفساد العلاقه بالواسطه العلاقه بالمحسوبيه العلاقه بالقوه المجتمعيه ما تخليها تحكي لو هي عندك هدف. مقاطعه سريعه حنين، يعني انا ما صليش بعرفها بجوز غير اقل من ساعه، بس هي بجوز تحكي عن معاناه وطن. نعم. اكثر من نعم. من شيء عندها. نعم. شخصي يعني انا اول ما شفتها. نعم. ما شاء الله النفسيه الحلوه والابتسامه. نعم. ما فارقت وجهها، فلا بالعكس هذا شيء بفرحني صراحه. نحكي للشق الثاني موضوع النقد. نعم. والطاقه. نعم. السلبيه. نعم. اللي هلكيتنا باخر فتره. نعم. لا تعمل لا تسوي. نعم. لا تطلع، والمشكله انه مرات هاي الطاقه بتطلع من اقرب الناس لنا. نعم. واكثر الناس بنحبهم عشان نضلنا على الارض وما نطلعش على الواقع. الشاب بيحتاج لتوجيه وبيحتاج لحدا يرشده، بيحتاج انه يستعين بخبره، هذه الخبره قد تكون من الاهل، قد تكون من الاصدقاء، قد تكون من المدرسين، قد تكون من الاكاديميين. انا ضد فكره انه يصير في انفصال للشباب عن الواقع او عن اهاليهم او عن مجتمعهم او عن حتى المؤسسات اللي احنا بنعاني منها. يعني مش غلط الشاب يسمع من الاشخاص نقد، نقد بناء، كلياتنا بنخطئ خصوصا بالمرحله العمريه اللي احنا فيها. يعني اليوم انا هيني موجود هون وضيف ومش عارف ايش ومختص وعندي خبره، برتكب اخطاء كثير كبيره، محتاج حدا يرشدني، محتاج حدا يقدم لي نصيحه، ومستعد اسمع النقد والنصيحه. فعشان هيك النقد جزء مهم لنا كشباب، ولكن البناء منه مش السلبي. نعم. أكيد. النقد السلبي انا بعتقد هذا شيء عم بيلاحق الكل، الشباب الاشخاص الناجحين بشكل عام، السيدات ربات المنازل، الاباء، الموظفين الرسميين، هذا نقد موجود
موجود للاسف هو جزء من ثقافه مجتمعنا السلبيه، بدك تحاول قدر المستطاع، ما في خلطه معينه تعملها عشان تبعد عنه، بس بدك تحاول قدر المستطاع انك تتلافى. احنا تقريبا يعني اوشكنا على انهاء الحلقه. هلا فيصل برضه كان عنده مداخله اللي هي برضه ممكن ننهي فيها الحلقه، وكان برضه قريبه من ملاحظه حنين برضه انه النقد والناس بصفي الواحد مش عارف شو القرار اللي يتخذه. اتوقع بجوز بهيك حاله زي ما تفضلت استاذ محمد انه احسن شيء انه الواحد يسمع النقد الصح والحكي اللي ما له داعي نبتعد عنه. هاي انا استراتيجيه ماشي عليها، ابعد عن الطاقه السلبيه قدر الامكان والحياه بتصير حلوه. استاذ محمد بدنا هيك كلمه مختصره منك، رساله تحكيها لكل الشباب اللي عم يشوفونا وضيوفنا اللي معنا هون بالاستوديو بموضوع تحقيق الاهداف والاحلام، هيك ننهي فيها حلقه يوم الثلاثاء. عظيم. يعني صراحه رساله محدده بيكون امر صعب انك تحكيه علشان موضوع أكيد. تحقيق الاحلام وتحقيق الاهداف، ولكن الطاقه الذاتيه والمعرفه والطموح بالاضافه للرغبه بتحقيق ذاتنا بالإضافة إلى المواطنة والوطنية وحب بلدنا، هذه دوافع بصراحة إذا إحنا اشتغلنا عليها مظبوط طورناها بشكل متوازي قدرنا نزيد من تأثيرها علينا. أنا بعتقد راح في يوم من الأيام نوصل لأهدافنا، بعتقد راح نتجاوز معيقاتنا، راح نقدر نخدم بلدنا. وبرجع بأكد على نقطة جدا مهمة هي المواطنة، وقديش إحنا بنشوف بلدنا، وقديش إحنا بنحب هاي البلد، وقديش إحنا قادرين بالفعل إن بنشوف أنفسنا كمشاريع في هذه البلدان مش كأشخاص عابرين أو كأشخاص موجودين. أنا إذا بشوف نفسي كشاب مشروع في هذه البلد بشوف مستقبل أردن مرتبط بمستقبلي، أنا بشتغل أحالي وبطور نفسي مش بس عشاني ولا عشان عائلتي ولا عشان حارتي، علشان بلدي بالنهاية. كلام عسل. شكرا. كلام من ذهب. وأنا متأكد إنه هاي مش آخر مرة حنشوفك فيها. متشرف. لأنه أكيد إحنا متشرف فيه كمان، يعني الحكي الحلو دائما ما بخلص، والموضوع هذا تحديدا بجوز زي ما حكينا هلا بالفاصل بده حلقات طويلة جدا. بس أنا تعقيبا على حكي الأستاذ محمد كمان، الواحد ما يسمع للحكي السلبي، الواحد يحط هدف براسه زي ما حكينا مع الأخت، هدف قابل للتطبيق وقابل للقياس، ونحطه هيك بين عينينا ونضلنا داعسين ونشتغل وإحنا بندرس ونتعب وأكثر من أي شخص تاني عشان نكون أحسن من الجميع، ودائما نقدر ندخل السوق وأفكارنا والحياة كلها تتطبق. جد مش حابة أخلص الحلقة، بنصير ناخذ كمان ساعة زيادة مخرجتنا؟ ما بصير، احنا للأسف هيك بكون خلصت حلقتنا اليوم. أستاذ محمد الزواهري ناشط اجتماعي وشبابي وسياسي، ما شاء الله عنك كلامك شكراً. كثير جميل كان، شكرا لك. ضيوفنا الرائعين يسعد مساكم جميعا، احنا هلا بنضل بعد الحلقة بنعمل نقاش خارجي هيك خارج مش على الهواء. لكل اللي تابعونا اليوم إن شاء الله إنه أكيد بحلقة صعب بجوز نحل المشاكل، وخصوصا لما تكون مشاكل شباب، مشاكل مجتمع ووطن، ولكن بنحاول دائما نوصل صوت الشباب وتحديدا في حلقة يوم الثلاثاء كارافان إكسترا. رح نشوفكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بكارافان إكسترا يوم الثلاثاء. تصبحوا على ألف خير.